كيف سرعة البديهة عندك؟ مليون يعني؟ معرفة؟ لا حسب الكبر بتعرف انت. والله انت عم تتعبهم. تعرفني عنا؟ انا اسمي صلاح. صلاح كيف سرعة البديهة عندك؟ مليون. مليون؟ ايه. صلاح اذا كان محمد على يمين سمير، محمد على يمين سمير، وجابر على يمين محمد، مين بالنص؟ إذا كان محمد على يمين سمير، جابر على يمين محمد، وجابر على يمين محمد، مين بيكون بالنص؟ جابر. غلط. ليك ما بدنا نتحزن. إذا كان محمد على يمين سمير وجابر على يمين محمد، مين بالنص؟ يمين سمير. سميح سماء. تحسين يا زلمة مين؟ لا مين عن جد مين؟ والله ما بعرفه. ما عرفه؟ لا. عمتك اخت ابوك خال ابنها مين بيكون؟ عمتك اخت ابوك خال ابنها مين بيكون؟ عمتك اخت ابوك؟ عمتك الك اخت ابوك خال ابنها مين بيكون؟ عمتك الك. طيب عمتي اخت ابي خال ابنها مين بيكون؟ والله انت عم تصعبهم. خال ابنها ابن اخوها مو خال ابن عمتي بيكون خال ابن بيكون ابن لابن عمتي. لا لكن يكون حدا بيخصك. حدا بيخصني بيكون خالي. عمتك اخت ابوك. عمتك اخت ابوك ما عمتي اخت ابي. ايه خال ابنها مين بيكون؟ خال ابنها خال ابنها لمين؟ لمين بيقول ابنها خالي؟ لعمته. لعمته بيقول لها خالي؟ لا الي بيقول لي خالي. الك؟ انت ابن خاله. انا ابن خاله. مين خاله؟ انت. صلاح الله يصود وشه. طيب شو خال ابن عمت ابي؟ عم ابي. مين بيكون؟ مين بيكون؟ اذا انت ابن خاله مين خاله؟ اذا انا ابن خاله مين بيكون خاله؟ ابي. ابي والله سهله. ايه بس بدها سرعه بديهه. بس انت ما عندك. ما اطلع سرعه بديهتي مليون. انا رحت معنا جائزه مقدمه من يلا تي في برنامج رايك. شكرا. مرحبا. اهلين. كيفك؟ الحمد لله. تعرفيني عنا؟ اكرام. اكرام؟ ايه. تعرفينه حلو اسمه؟ ايه ونادر كمان. شو هاللون الحلو اللي لابسته؟ هيك نجدد شبابنا شوي. هيك بتجنني كيف ما قلت. تسلم. جاهزة لحتى اسألك ثلاث اسئلة؟ ان شاء الله. ست اكرام كيف سرعة البديهة عندك؟ يعني حسب الكبر بتعرف انت. بعدك صبية. بعدك ست صبايا. لا. الديك كم بيضة بديك باليوم؟ الديك ما بيبيض لأن وحشة. ديك وحشة. ديكي بيبيض ما بيبيض. مين هو اللي بشوف صديقه وعدوه بعين واحدة؟ شو؟ في شخص بشوف صديقه وعدوه بعين واحدة. نفسه هو الشخص. مين هو؟ انت بتشوفي صديقك وعدوك بعين واحدة ولا بتشوفي بعينتين؟ لا بشوفه بالعينتين. في شخص بشوف صديقه وعدوه بعين واحدة. ايه تكون هي العينتين بس بشوفه بعين واحدة. لا ما بعرف. فكري فيها. شخص تشوفه بعين واحدة. وين موجودة الشجرة اللي ما إلها لا ثمار ولا ظل؟ بالصحراء. لا غلط. ما في شجر بالصحراء. في؟ ايه في صبار. ايه معناته في إلها ظل. معناته ما في شجرة. بلا في شجرة ما إلها لا ظل ولا ثمار. أول مرة بسمع فيه. كثير سهلة. اليابسة. الشجرة اليابسة. إلها ظل. هي شجرة العائلة. متجوزة انت؟ ست اكرام انت ربحتي معنا جائزة مقدمة من يلا تي في من برنامج راي اجين. شكرا. تسلم. تسلم. هلا هلا بيك.